كي دايرين؟ لاباس عليكم كامله؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ اليوم راني فرحانه وبغيت نفرحكم معايا. ما كاين لا بلوغات ولا كوزينه ولا روتين ديال الصغار الراس. اليوم انا معروضه عاد بنتي وعاد نسيبي دايرين عيد ميلاد لوليداتهم كيف ما كتعرفوا عندهم وليد وبنيه توأم أمنية وإسلام كدايرين اليوم عيد ميلاد فرحانين بيهم وعيطوا عليا أنا وعلى خوات خالاتهم وعلى خوانهم. حنا مجموعين عندهم اليوم فرحانين بينا وكما فرحانة أنا بغيت نفرحكم معايا حيت كنشارك معاكم المرض كنشارك معاكم الموت كنشارك معاكم الأحزان ديالي والأفراح ديالي تاهي اللي شاركة معاكم المرض ديالي ديال صبيط. قلت علاش ما نشاركش معاكم أخوتي تهاد الفرحة اللي أنا فرحانة أنتم نفرحكم واليوم إن شاء الله راه ما كاين غير النشاط راه عا بوحدي راني غادي هي الغزيد ديال هاد العراسات اللي ما بقاوش الحفلات ما بقاوش راه غنشد واحد التعريجة اليوم ونبقى نقبل ونشفح عا بوحدي ونفرح ونصرحكم معايا. وها انتم اخوتي كما كتشوفوا ها هما راه دايرين الفايف خات ودايرين هادي غير الوليدات اللي معاهم في ليكور واحد ثلاثة الوليدات هما اللي راه جابوا معاهم. وكما تعرفوا اسلام ربان دابا راه ملي كيشوفني اخدعتي ما جاش بين كيبغيو يبانوا معايا ولكن باش نبينوا معايا الفيديوهات. مرحبا بكم كلكم مرحبا بكم خوتي المغاربة داخل الوطن خارج الوطن الدول العربية كلكم راكم عربي اليوم عاد ماماكم خديجة أم البنات مرحبا بكم. هانتوما هانتوما كاع كديروا عيد ميلاد لوليداتكم وبنياتكم وراه كل كيدير على جهدو كل كيدير على جهدو. وهانتوما كتشوفوا هاد صيوراتهم اللي كانوا صغار الله يحفظ ليا وليداتي الله يخليهم ليا الله يحفظ لكم وليداتكم الله يخليهم ليكم ويحفظهم من كل شر يا ربي. ومرحبا بكم كلكم معايا انتم راكم عارفين الاجواء ديال عيد الميلاد داكشي هذوك البيضات اللي معمرين بالشكلاط الله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم بنياتكم وكل من كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه ربي ان شاء الله. وانا فرحانه اليوم بنسيبي عرض عليا وفرح بيا وفرحان بنساباته وب خوتها كلهم خوتها خوتها خواتاتها راهم كلهم هنا عدنان والياس وعمار وكلهم راهم ماما امينا ماما ام شعيب. وانا فرحانه الله يخليه ليا الله يطول عمره الله يفرح بوليداته الله يفرحوا ان شاء الله في دنيته الله يفرح ليكم جميع ما ترجاو ان شاء الله. وخليكم معايا مازال كاينه الفرحه ومازال كيما تشوفوا ان شاء الله. انتما نخلي هذاك الراجل ديال سوق لهب مع المتتبعين هانتم يلا اجيو اليوم راكم معروضين عند سيدي مرحب بكم مرحبا بكم. دار لينا مفاجاه مرحبا بكم ودابا حنا حطينا الدجاج ساهو هو راه جابو مصايب جابنا ما حنا ما مرتنا ما والو حنا غير سخناه شويه ها انتما الدجاج محمر قاد بلاصوص كلشي. ومرحبا بكم وراكم عزاز وغاليين وسمحوا لي بزاف اللي كتوحم اللي كتشهى راه نتوما عارفين القانون ديال اليوتيوب وعارفين انا ما كنخبي عليكم والو اللي درت راه كنشارك معاكم ماشي نشارك معاكم حوايج خايبين حوايج زوينين لا انا فرحانه اليوم بغيت نتوما نفرحكم معايا يلا معايا الطبله مرحبا بكم فين غادي المفاجأة اللي قلت لك نور دار لينا نسيبي هي هذه مفاجأة كبيرة هيا هاديكم بسم الله بسم الله بسم الله على بركة الله بسم الله بسم الله بسم الله بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله مرحبا بكم مرحبا بكم
انا عارضه عليكم كلكم، راني عارضه عليكم اليوم. مرحبا بكم معايا، فرحوا معايا العيد ميلاد ديال خيدي. وهذه هي المفاجاه اللي قلتلكم راه دايرين نزيدو، وكنا حاسين ولا ضامنين بها، راه تجربه لينا. والله يكثر خيره والله يخلف عليه. وشكرا لكم تنتوما خوتي المغاربه كلكم، جاليه المغربيه داخل المغرب وخارج المغرب، الدول كلكم، كل ما كانت شي دوله راه كنشكركم كاع اللي كيتفرج فيا، شكرا ليه. ومرحبا بكم عندي. انا متتبعين ديالي مرحبا مرحبا، قلت لكم هالفيشقه اليوم الله يخلف على نصيبي، والله يخلف عليكم تنتوما متبعيني وكتفرجوا فيا. شكرا لكم. Ça y est, on va prendre ça. Elle va commencer à prendre. Allez, écoute. Allez, écoute ton dressoir. Allez, on a 190. Surprise! عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بخير ان شاء الله. شوفوا واش عجبوك، نشتغل لكم بحال هكا. شوف زوينين، شكرا ماما. حيت ماما ما علمتناش بقيت البارح، عاد بانت عليا Tiens,
صحتكم حصمين عصا صباح عندهم مدرسة وما صورتش ليكم باش نقطع الحلوى باش هذا صبحنا الوليدات عيطوا عليهم المامو ديالهم كلشي واحد فين ليهم ساكن على برا الوليدات غير هذا اللي كيقرا معاهم في المدرسة داكشي علاش ما صورتش ليكم باش نقطع لكم الحلوى هي الحلوى ديال الاسلام هذه ديال الاسلام هي الحلوى ديال الاسلام وهذه الحلوى ديال الاميه يا قطعنا لهم هذه ديال ماما ايوا جابوا هاد البويضه تفرقوهم على الوليدات وكما عارفين الثاني ديال اللوزه وصاصات يوم اللي بغاو يمشيو الوليدات كل واحد دا معاه شويه ديال لي بومبو شويه ديال هذا هاد البيضه جابوا فرحوا ايوا هادشي اللي كاين ومازال نخليكم خليكم معايا باقا ما ساشيناش يلا دابا الوليدات النص مشاو النص ما كنشارك معاكم اي حاجه نشارك معاكم ديري لهم جاج مرحبا بكم هذوك اللي ما كيبانوش راكم كنت نقدر ناكل بوحدي لا هذاك الخير اللي شفتو ناكلو بوحدي كنشبع انا عاد نزيدهم دابا الديسير راه كلشي راه مفرقين انا ناكل بوحدي وندير لكم الشوره مع المشاهدين مرحبا بكم المشاهدين هادشي الزوين ديال اليوم كنهديه ليكم ورا ولادي وبناتي كيشرفوا لي الجيش مرحبا بكم مرحبا بكم راكم عزاز وغاليين اي حاجه زوينه مشاركه معكم حاجه خايبه ما نبقاش نوريها ليكم صح ادعيو معايا الله يشافيني ويعافيني هذا اللي انا الحنان المراه الدراري وخلي تندي معايا الطا اللي بغيتي خدي هذا حيت ناقص الحلاوه بالنسبه للسكر وداكشي صح هذا زوين هذا هذا السروس راه ما خصنيش ناكل الشكلاط وداكشي هذيك زوينه هذيك ناقصه في هات فيا الحلوه خديت معايا القا معايا القا ناقصه في الحلاوه صح شتا بحال التمر عاد تكون حلوه قداش شي كامله هادشي راه واخا بحال التمر ولكن ناقصه في هذا ديال برا هذاك شي كامله اويلي ما ناكلش عبش لا راه قاصحه كلها كامله باش Yeah.
هذاك ديري بالعين ديري المصابر بريكان غير بحال هاد لي برانك بحال هاد. البرانك البرانك ما صيتيهاش مزيان عاد برانك ولا البرانس انا راني هذا عاودها والله يسمع والله تزوينه والله خايبه خايبه والله خايبه دابا جات امي تما الاولى بجات جمعت معها مروينة وسميسة حانا مسكينة غسلات الماعن وشوفي هانت جابوا لي الطرسيل تاع الحلوة هانت والله إلا قال لك من ميريكان هادي جايب هانسين قالت لك راه مسارة مسوسة تاع تمالي السكر والله خوتي لا شتي الشبة ناخذو تاكلو الشبة ولا تاكلو شاد الشبة ما هي الشبة ما عرفتش شوف والله كنت بديت بالصيفية كتولي زوينة والله ما ناكلها ولا تجيب فمي جايبه ليا طرسيل كاع هادي جوده مازال هادو عافاهم زوينين هادي وما خوتي عمرني ما شفتها وعمرني ما كليتها نكتب عليكم وتعجن بحال التمر هانت هانت راه هي ديال برا خوتي خواتاتي ضحكنا معاكم شويه كنا بغينا شويه نلعبوا الطعارج الساعه تعرفوا هاد الريزيدونسات الناس ينعسوا بكري 9 تلقاي كلشي جامد مره اخرى ان شاء الله واخا عاودتكم قلت لكم غادي نلعب بالطعريجه وغادي نشطح وندردك باقي فيا الغضيضه خويتي باغا نغوت وباغا نشطح وباغا ندردك وباغا نفرجكم معايا وغنديرها لكم ان شاء الله دابا هاد راكم عرفتوا اللي ماشي سميتو راه كيبقى خايف ياش غديري لي ثاني كيبقى ماشي خايفين احتران احتران الجيران دابا راه العشره هذه والوليدات يلاه جاو داو والديهم داكشي دابا المهم كنتمنى الفيديو دابا راكم تفرجتوا فيه كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم المغاربه كلكم الدول كلكم العالم اللي كيتفرج فيا كنشكر ما نبقاش نشكر الدوله الدول العربيه غيتفقعوا عليا ولا هذا العالم كلكم اللي كتشوفوني كنشكركم وكان واخا نبقى نشكر فيكم حتى نعيا ما غاديش نوفي لكم داك الشكر ديالكم كدعموني وكتدخلوا عندي بدون مقابل الله يجازيكم بخير والله يحقق لكم جميع الامنيات شكرا لكم لي كومونتير باين محبوبه الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ما غادي ندير لكم غير شي حوايج اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله غير دعيو معايا الله يشافيني ولي لايك دابا راكم تفرجتوا ما تخرجوا تديروا واحد لايك وبارطاج مع العزيز عليكم لك تعزيزة عليكم وعزاز عليكم حفايدي هذا الفيديو ان شاء الله بارطاجيه مع اخوتكم ومع احبابكم العزاز عليكم وشكرا لكم اخوتي صبحوا على خير وباي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله وتسناوني بالطعريجه ان شاء الله الى بغى الله بقيت حيه انا اختكم رعاه عفويه وشعبيه وعبنت باب الله وبسلام عليكم الله يسر لكم كاملين وعواشركم بروكه وهذا العيد يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله باي باي عليكم وبسلام